صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من أنكر علو الله تعالى على العرش؟ هل يكفر أم لا يكفر؟ يكفر إذا قال إن الله في كل مكان، فإنه يكفر بهذا، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين على علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. نعم، هذا يكون من الحلولية. نعم.